في المجال الرياضي برضو توقعات. أنا أتمنى التوفيق للمدرب المصري الجديد، رغم إيهاب جلال، كابتن إيهاب جلال، رغم الضجة اللي مثارة حواليه، لكن أتمنى بقى إن هو يبذل قصارى جهده، يبقى عارف كده جاي، يعني بنفس التعبير، يعني إن في ناس كتير سنى له السكاكين، ها؟ خصوصا إن لا ينتمي لمدرسة من قطبي الكرة. فيعني أنا أتمنى بقى إن يكدب الظنون بقى ويبدأ يشتغل بقوة، ينسى ألوان الفانلات، يبطل تردد، يبقى عزيمة بقوة، يبقى له خطة واضحة لإعداد فريق قومي يتناسب مع طموح الناس وطموح الجماهير. أتمنى بقى مصالحة شاملة في الوسط الرياضي بين الطرفين اللي لسه زعلانين مع بعض، ويقدموا هدية. أنا مش هقول الأسماء، بس يقدموا هدية للشعب المصري كده، كل واحد ينسى القضايا وينسى الخلافات وينسى، وتبقى بداية مرحلة جديدة، عشان ده ينعكس على الجماهير. أتمنى برضو من نقاد الرياضيين في الفترة القادمة يكونوا على مستوى المسؤولية، بلاش نسير النعرات الطائفية. أتوقع فوز النادي الأهلي بالنجمة الـ11؟ طبعا طبعا. على فكرة كان ما اعرفش يجوز اقول ده ولا لا، كنت بكلم الكابتن الخطيب، كابتن محمود الخطيب، قبل ماتش المغرب، وكان موقف الاهلي الرجاء صعب جدا 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 ماتش الرجاء جدا هناك. وكان كده، فقلت له الاهلي هيفوز، قال لي طب ما انت زملكاوي، قلت له ايوه انا زملكاوي بس ولادي اهلاويه، فانا يعني انا عايز الاهلي يفوز عشان ولادي ما يزعلوش، وبتحب الفريق اللي هيمثل مصر يعني. قلت له يعني عشان ما يزعلوش يعني، طب ما هو يعني واما الاهلي بيتغلب او كده، ما انا بزعل بس برضه. جميل العلاقه يعني، حتى العلاقه بغض النظر عن الرسميات، حضرتك بتحب محب النادي الزمالك ومشجع نادي الزمالك، ولكن تتواصل مع رئيس النادي الاهلي وعلاقات طيبه. والله يوم يوم الماتش وهو في استاد بعت باركت له وقلت له انا مش قلت لك، وفي الماتش الاخراني ده برضه بعت باركت له وشكرني جدا، وقال ان شاء الله نفوز بال11. قلت له طبعا نفوز بال11، ما ده يعني انت بترفع رايه مصر طبعًا كلها، والناس طبعًا بتفرح والناس بتبقى دي الروح اللي يعني طبعًا. طب دلوقتي مثلا الاهلي لو خد ال11 هيحرم منها الزمالك؟ لا يعني لا، ده بيرفع اسم البلد دي، ما هو الزمالك بيحسب النادي الاهلي المصري جنبه علم مصر يعني. ما هو في الاخر في هناك في البتاع بيقول لك الفريق المصري، بالظبط الفريق المصري مصر. فاي حاجه يعني بترفع اسم البلد وبترفع، فده اللي انا اتمناه من النقاد الرياضيين الحقيقه، انتصروا للمعاني النبيله والمعاني الساميه، ورجعوا الوئام والاثنين الكبار اللي مخليني اتمنى كده يعني ايه، يبقى في مبادرة صلح، وتبقى الفترة اللي جاية كده فترة ازدهار للرياضة المصرية إن شاء الله. وده أحلى ختام بروح جميلة وروح بتجمع ما تفرقش. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير رئيس مجلس على تنظيم الإعلام الأستاذ كرم جبر، شكرا جزيلا، وسعيد مرة أخرى بعودة اللقاء. شكرا ليك وشكرا للسادة المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين وحضرتك بخير. شكرا جزيلا لحضرتك.